السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. طبق فتة الباذنجان والبطاطس طبق غني عن التعريف، وكل له طريقته في أعداده وترتيب طبقاته، لكني في هذه الحلقة أقدمها لكم بطريقة العائلة المفضلة وبإضافات وتعديلات. أحببت أن أشارككم بهذه الوصفة وأتمنى أن تنال إعجابكم. فتة الباذنجان والبطاطس من الأطباق الجانبية الخفيفة وسهلة التحضير، ولإكمال الوجبة وأعطائها القيمة الغذائية الكاملة للطبق أضفت إليها لحم الدجاج، لكن ممكن استبعاده خاصة للنباتيين والاكتفاء بالخضروات والحمص أو البليلة كبروتين نباتي في الطبق، لذلك سألحقها في قائمة وجبات الخضار والوجبات الخفيفة المناسبة للنباتيين، هذا إذا استبعدنا اللحوم. لذلك سأبدأ بسلق صدر الدجاج بالبهارات الآتية: أضع قطعتين من صدر الدجاج المخلي في قدر وأضيف إليها البهارات السابقة مع الماء. وبعد نضج لحم الدجاج أرفعه من ماء السلق وأتركه يبرد جانبا. أما بقية المقادير لإعداد الطبق فهو كالآتي: أبدأ بتقطيع الباذنجان إلى قطع مكعبات. كذلك البطاطس أقطعها إلى قطع مكعبات. ولإضفاء الرائحة والقرمشة للطبق فلا بأس بإضافة الفلفل الرومي البارد. كذلك أقطع حبة الطماطم، ويمكنك إضافة أنواع أخرى من الخضروات كالكوسة مثلا. ولإضفاء الرائحة أيضا للطبق أفرم نصف حزمة من الكزبرة الطازجة. كذلك أقص الخبز العربي إلى مكعبات وسط. وبعد تقطيع مكونات الطبق كالبطاطس والباذنجان والخبز أبدأ بقلي كل نوع لوحده، وأقلي أيضا أنصاص اللوز البجلي.
أما الخبز فأفضل قليه في قليل من زيت الزيتون بطريقة التحميص وليس طريقة ديب فراي. ويمكن تقسيم كمية الخبز إلى دفعات وتحميص كل دفعة في كمية قليلة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي. بعد أن يبرد صدر الدجاج أفصله إلى أوصال أو شرائح رقيقة. وهذه مكونات الطبق جاهزة، ينقص فقط إعداد صوص الدريسنج. لهذه الكمية التي أعددتها احتجت إلى 3 علب زبادي. أضع كمية الزبادي إلى خليط المايونيز المخفف. ثم أضيف إليه 3 ملاعق من الطحينية السائلة. أضع الملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم. أضيف إلى الخليط 3 أو ملعقتين من زيت الزيتون وأقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس جميع المكونات. أضع بعض من عصير الليمون إلى الصوص. أتذوق إن كان الصوص يحتاج إلى بعض الملح والفلفل الأسود. لنبدأ بترتيب طبق الفتة، ولك الحرية في طريقة الترتيب، لكني أرتبها كالآتي: أضع طبقة البطاطس المقلية، أتبعها بطبقة الباذنجان المقلية، ثم الطماطم، ثم الفلفل الرومي وأوراق الكزبرة المفرومة. أوزع أوصال الدجاج، ثم آخر طبق أجعله للخبز المحمص لأني أريد أن أحافظ على قرمشتها، فيفضل وضعها في آخر طبق وليس في الأول حتى لا تلين مع طبقات الخضروات. وكما قلنا يمكن استبعاد لحم الدجاج والاكتفاء بالحمص أو البليلة المسلوقة أو وضعهما معا.
عندما يحين الأكل نقوم بخلط الصوص مرة ثانية، ثم أضعه على طبق الفتة وأغطي الوجه كاملا. ثم تزيين الوجه بقليل من الكزبرة المفرومة واللوز المقلي، وبالهناء والعافية. أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت، استمتعوا بالطبخ.